تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالأمن الغذائي، يوصل مجلس الشورى العمل على إعداد تقرير شامل وتفصيلي بشأن التدابير التشريعية المتعلقة بالأمن الغذائي. وحول الموضوع قالت سعادة الأستاذة دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اتصال هاتفي في نشرة سابقة إن هناك العديد من الاجتماعات التي تمت، حيث تم حصر جميع التحديات ووضع حلول ومعالجة تشريعية. ما تفضل فيه طبعا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطابه السامي فيما يتعلق في موضوع الأمن الغذائي، وهو اللي نعتبره طبعا في الوقت الراهن من المسائل الهامة سواء حتى على المستوى الإقليمي والدولي. وتم تكليف اللجنة حقيقة بناء على قرار من المجلس وبمساندة معالي الرئيس علي بن صالح الصالح بأن يتم إعداد هذا التقرير متضمن كافة التدابير التشريعية المتعلقة في هذا الموضوع. اجتمعنا طبعا مع عدد من الجهات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص وأيضا الجمعيات المهنية ذات الصلة، وأخذنا بالآراء متكاملة وكذلك ما هي الأوجه التحديات اللي يواجهونها في هذا المجال. وإحنا نحب يعني أيضا نثبت شكرنا للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لحفظه على توجيهاته بهذا التعاون أيضا مع السلطة التشريعية. وخلصنا حقيقة من مجمل هذه الأمور أن تم حصر تلك التحديات والمعوقات، وحرصنا في ذات الوقت أن نضع من خلال دراستنا ما يقابلها من حلول ومعالجة تشريعية. وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون عندنا استراتيجية وطنية للأمن الغذائي مقرونة أيضا بوجود ميزانية مستجيبة للأمن الغذائي، تأمين المخزون الغذائي. أيضا ركزنا على استقطاب وتدريب الكوادر الوطنية ك يعني ممتهنين لهذه المهن سواء في القطاع السمكي الحيواني الزراعي، وأيضا أن يكون عندنا التخصصات العلمية التي نحتاج لها فعلا في الوزارات المعنية اللي فيها ندرة لوجود كوادر وطنية في هذا الجانب. كان لنا أيضا رغبة أن وضعنا أن يكون في هناك استحداث نظام الدراسة التعليم الأكاديمي سواء في جامعة البحرين وتشجيع الجامعات الخاصة بفتح مثل هذا النوع من الدراسات.